أهلا بكم في قناة الكوكب الخفي. الروبوتات أو الروبوت يمكن أن يسمى بالعربية الإنسان الآلي أو الرجل الآلي والأنسلة والجسملة، وهو آلة ميكانيكية قادرة على القيام بأعمال برمجية سالفة، أما بإشارة وسيطرة مباشرة من الإنسان أو بإشارة برمجية حاسوبية. غالبا ما تكون الأعمال التي يبرمج عليها الإنسان الآلي أعمال شاقة وخطيرة أو دقيقة، مثل البحث عن الألغام والتخلص من النفايات المشعة أو الأعمال الصناعية الدقيقة الشاقة. وظهرت كلمة روبوت لأول مرة في عام 1920 في مسرحية الكاتب المسرحي التشيكي كارل تشيبي، والتي حملت عنوان رجال رسوم آلية عالمية. في الماضي كان يتم صناعة الروبوتات لمساعدة الإنسان في الأعمال الشاقة والأعمال الخطيرة، أما الآن يتم صناعة الإنسان لاستعراض ما مدى قدرة التكنولوجيا والتطور. فالآن وضعوا سمات ومحاكاة للإنسان الآلي تشبه الإنسان الحقيقي من جهة الفهم واتخاذ القرارات دون الرجوع للبشر، وهذا ما أثار مخاوف بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي بعد أن تبين أن الروبوتات قد تعلم الصورة النمطية السامية من الإنترنت. قد ظهرت آلة تحيزات كبيرة جندرية وعرقية، بما في ذلك تفضيل الرجال على النساء والأشخاص البيض على السود، أثناء الاختبارات التي أجراها العلماء كما قفزت إلى استنتاجات حول وظائف الناس بعد إلقاء نظرة على وجوههم بحسب صحيفة ديلي ميل. وقال المؤلف أندرو هوندت، زميل ما بعد الدكتوراه في معهد جورجينيا للتكنولوجيا الذي شارك في إدارة الأعمال كطالب دكتوراه يعمل في مختبر جوينز وبنكيز للتفاعل الحسابي والروبوتات في بلتيمور ماريلاندا، لقد تم تعلم الروبوت صورة نمطية سامية خلال نماذج الشبكة العصبية المعيبة هذه. وأضاف: نحن معرضون لخطر إنشاء جيل من الروبوتات العنصرية المتحيزة جنسيا، لكن الأشخاص والمؤسسات قرروا أنه لا بأس في إنشاء هذه الروبوتات دون معالجة المشكلات المتعلقة بالعنصرية، وهذا ما يسمى بالخطر القادم. وقال أيضا مجموعة من الباحثين لفريق قناة الكوكب الخفي: Hello Hidden Planet Channel team. Those who train AI models to recognize humans often turn to huge datasets freely available on the internet. إن أولئك الذين يدربون نماذج الذكاء الاصطناعي للتعرف على البشر غالبا ما يلجؤون لمجموعة بيانات ضخمة متاحة مجانا على الانترنت، ولكن نظرا لأن الشبكة العنكبوتية مليئة بمحتوى غير دقيق ومنحاز بشكل علني، فقد قالوا إن الخوارزميات المبنية على مجموعة البيانات هذه يمكن أن تشبع بنفس المشكلات. وأثار قلق بشأن ما يمكن أن تعنيه هذه التحيزات بالنسبة للآلات المستقبلية التي تتخذ قرارات مادية دون توجه بشري. لذا قرر فريق هوندت اختبار نموذج ذكاء اصطناعي تم إنشاؤه كطريقة لمساعدة الروبوتات على رؤية الأشياء وتحديدها بالاسم. وقال الباحثون إن الروبوتات غير قادرة على الأداء دون تحيز جنسي أو عرقي، وغالبا ما كان ينتج عنه قوالب نمطية. وقالت المؤلفة المشاركة في كيزين، وهي طالبة دراسات عليا تدرس علوم الكمبيوتر في جامعة جوينز وبنكيز. إن النتائج كانت للأسف غير مفاجئة ولمنع الآلات المستقبلية من تبني وإعادة تمثيل الصورة النمطية البشرية. لفت فريق الخبراء إلى أن هناك حاجة إلى تغيرات منهجية في ممارسات البحث والأعمال. وقال أيضا المؤلف المشارك ويليام إجنيو من جامعة واشنطن، بينما لم يتم تضمين العديد من المجموعات المهمشة في دراستنا، يجب أن يكون الافتراض أن أي نظام روبوت من هذا القبيل سيكون غير آمن للفئات المهمشة حتى يثبت العكس. والأمر الغريب، تستمر شركات التكنولوجيا بتطوير الروبوتات داخل أسواق العمل بشكل متزايد. ففي روسيا تحاول شركة بريموغوتا الروسية تطوير روبوت فائق الدقة يتمتع بصفات بشرية بهدف تلبية الحاجة المتزايدة في الأسواق الروسية والعالمية، وتعتزم السلطات تعويض بعض الموظفين بروبوتات قريبا. أما الأمر المدهش
المدهش والغريب. تقوم خطة قسم البحث والتطوير على دمج الفن بالتكنولوجيا للحصول على مظهر واقعي فائق الدقة، وتنتشر روبوتات الخدمة التي تطورها الشركة بريموبوت في 40 دولة حول العالم كمسؤولين ومروجين واستشاريين وبوابين، وأيضا عاملين بالمطار لتحل محل الموظفين البشريين أو تساعدهم، وفقا للموقع الرسمي للشركة التي تأسست في عام 2015 في المدينة السيبيرية. عزيز المشاهد، شكرا لك على المشاهدة. إذا كنت أول مرة تتابعنا، فضلا منك وليس أمرا، قم بالاشتراك في القناة وفعل زر الجرس، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو، وأكتب لنا رأيك في تحيزات الروبوتات. شكرا لك على المشاهدة.